رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين من معرض منزلي للأدوات المنزلية. مش بنفوت أي مناسبة أو أي حاجة إلا وبنستعرضها معاكم من معرض منزلي للأدوات المنزلية. النهاردة هنشوف مع بعض أشكال من الأشكال الرمضانية اللي موجودة معانا وموجودة في السوق المصري، هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. النهاردة هنشوف مع بعض أسعار الدوارج وأطقم الصواني اللي موجودة معانا النهاردة، أشكال رمضانية وأشكال جميلة جدا. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا، وتابعوا كل جديد من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، ويلا مع بعض نشوف أسعار الدوارج إيه مع بعض. بصوا يا جماعة، معانا الدوارج اللي أنتم شايفينها دي، أشكال جميلة جدا. أي درج من الدوارج دي سعره 30 جنيه. أشكال كتير وألوان جميلة جدا من الدوارج دي. أي درج من الدوارج دي سعرها 30 جنيه. زي ما أنتم شايفين كده، الدوارج دي أي سعر فيها 30 جنيه. أي درج من الدوارج اللي أنتم شايفينها دي ب 30 جنيه بس. كمان معانا أطقم الكوبايات دي، في منها الأربعة في واحد وفي منها الثلاثة في واحد. أشكال رمضانية وجميلة جدا زي ما هو واضح معانا كده. ما شاء الله، أي طقم ب 20 جنيه. أي طقم من الأطقم دي ب 20 جنيه. أي طقم من أطقم الكوبايات اللي أنتم شايفينها دي، سواء ثلاث قطع أو أربع قطع، ب 20 جنيه موجودة في السوق المصري وهتلاقوها متوفرة كتير. كمان معانا ومعاكم أطقم الصواني اللي أنتم شايفينها دي، في الشكل ده والشكل ده، أي شكل فيهم سعره عامل 100 جنيه. في أي مكان موجود الطقم ده ب 100 جنيه. أي طقم من الأطقم دي سعرها عامل 100 جنيه. كمان في طقم الصواني ده متاح منه أشكال كتيرة خالص. الصواني دي سعرها عامل 60 جنيه، يعني أقصى سعر ممكن تلاقوه يكون 60 جنيه، 65 جنيه، ما بتزيدش عن كده. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير. بنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.